أنا هكلم أصحابي أشوف حد مبيت عنده. ألو، هاي نادين، إزيك؟ نادين بصي، أنا كان عندي مشكلة وكنت عايزة أقعد عندك أسبوع أو اتنين. مش هينفع ليه؟ بتغيروا الحمامات؟ لا طبعاً، أكيد مش هقعد في حتة من غير حمام يعني. أوكي، ثانك يو نادين. هاي تارا، هاي يارا، هاي سارة، هاي كلارا. غرف 60 ده هي حيوانة. شفتي الكلاب يا ماما ميمي؟ شفتي بيعملوا فيا أنا إيه؟ طب أنا أعمل إيه دلوقتي؟ أنا عطشانة وجعانة. ماما ميمي، أنتي شربتي كوبايتي؟ أنتي مش سامعيني بقول إن أنا عطشانة وجعانة؟ ما تعمليليش فيس الغلبانة ده، حرام عليكي يعني بجد، أنا كنت نفسي أشرب قوي. يعني لو سمحت ممكن تجيب لنا اتنين ويلكم درينك تاني؟ خليهم تلاتة. بقول لك إيه؟ خليهم خمسة وهظبطك. خالتي، هو ده اللي نيجي في نص الليل عشان ما يتسيح لناش؟ ده المنطقة كلها في الشارع. وانا ايش قدراني ان النهاردة في فرح؟ كنت مغسلة وضمنا جاتنا، وبعدين ازاي ما يعزموناش؟ ده ايه الوتو ده؟ يعزمونا ده ايه يا خالتي؟ ده انتي لعنتي سلسفين اللي جابوهم قبل ما نمشي. وهو انا كنت اعرف ان انا هرجع المخروبة دي تاني قطعت. طب احنا هنعمل ايه دلوقتي؟ دول هيزفونا. ولا هيزفونا ولا حاجه، احنا نتسبسب سبسبه كده من غير ما حد ياخد باله، ونمشي يمين كده نخش في الحاره الضيقه، نروح داخلين على البيت من الشمال من غير ما حد ياخد باله، ولا من شاف ولا من دي. يلا بس، يلا بينا كده. وقف المزيكا وهدي اللعب، ريح الشبح، ريح الكل يستريح. تحية سبيشال للناس اللي داخلة علينا، الناس اللي دخلتهم نورت الحارة تما. حبيبة قلبي خالتي وخالتي الحارة صباح، وعروستي شوشو، بحبك يا شرهان حب على مر الزمان. فضحنا ابن المتخلفة. اوف سيبلي انا بقى التحية دي. تحية مني للست صباح المحترمة اللي لسانها بينقط سكر، والبنت اختها شريهان بنت الحسب والنسب. الناس اللي لما بتقدر ما بتعفيش، وسبحان الله يؤمن ولا يؤمن، هم رجعوا لنا تاني زي القرش الماسح. وقال ايه؟ داخلين يسحبوا زي الحرامية. يا ام فاتن لا ما يصحش كده. مبروك يا ام فاتن، مبروك يا حبيبتي عقبال البكاري. ده انا اول ما سمعت قلت لا، ده انا لازم اجي ابارك وهني. مبروك يا حبيبتي، الف مبروك. جرأة ايه يا خالتي؟ انت هتسكتي لهم ولا ايه؟ ما هو لساني مش قادر يتكلم بعد اللي عملته، بس اصبري عليا، كلها يومين ثلاثة اتمكن منهم وبعدين ارجع اضربهم بالجزمة زي زمان. لا يا حبيبتي، انت لا جاية لا تهني ولا تباركي، انت جاية بعد جوزك الحرامي ما اتحبس، وما شاء الله وشك كان وش السعد عليه. يا بنت الكلب، سيبيني انا الطلعة دي يا خالتي. هتعملي ايه يا شريهان؟ هنقط العروسة. ما بلاش. ألف 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 مبروك يا أم فاتن، أنا جاية أبارك وأهني للست أم فاتن جارتنا وحبيبتنا اللي ما بيطلعش من بقها الغلط. ها
حتى لما كانت خالتي صباح بتمسح بيها بلاط الشارع ما كانتش بتقول بيم. وجاية أبارك وأهني لأختي وحبيبتي فاتن. ألف مبروك يا عروسة، أخيراً اتجوزتي مجدي؟ إيه ده؟ ده مش مجدي، ده مين ده يا بيت؟ ده حسن؟ ولا علي؟ ولا عبد الله؟ ولا شعبان؟ ده شكله جديد يا بيت. هو ده اللي هيحاسب على المشاريب؟ طب ليلتكوا زي الفل، وألف ألف مبروك للعروسين. مين مجدي ده يا بيت؟ ده اخويا في الرضاعة، انت جايب وزي ليلتي؟ ولا رصتهم دول كمان؟ اخواتك في الرضاعة؟ ليه ان شاء الله؟ متجوز بنت طعمة ملك؟ بتخوريني يا فجرة؟ ايه ده ايه ده، انت بتضرب اختك خناجر؟ ليلتك سودا. الحمد لله على كل حاجة، كل اللي يجيبه ربنا كويس، بس برضو يا شريان انا صعبان عليا نفسي. فين يا حبيبتي ايام العز اللي احنا كنا عايشين فيها؟ تلحقتي يا خالتي، ده هما 3 ايام برضو يا شريان استمتعنا. تكفي يا اختي البسين. ايه ده، مين الغلس اللي جاي يخبط علينا في وقت متاخر كده؟ يكونش البوليس يا خالتي بعد الخناقه اللي عملناها في الفرح؟ يا بنت تف من بقك، البوليس جه من زمان ولما كل اللي في الفرح نفر نفر. طب تفتكري مين بقى اللي هيبقى جاي لنا دلوقتي؟ تفتكري بقى نقعد نتسهر انا وانتي ونتوشوش كده ونتونس؟ ما تقومي يا بنت تفزي تفتحي الباب. ماشي. هاي، ازيكم؟ عاملين ايه؟ هاي صباح، ازيك؟ وحشتيني قوي. ده انا؟ ايوه، انا قعدت كتير قوي عشان اوصل لكم هنا، بس الحمد لله لقيت العنوان على جوجل مابس. وانتي ايه اللي جابك يا سنيوره؟ مش قلتي مش عايزه تشوفي وشنا؟ انا مش جايه اشوف وشك انتي، انا جايه اشوف وش صباح. هو مش ده بيتك ولا بيتها؟ لا يا حبيبتي، ده بيتي انا وخالتي قاعده معايا عشان ما تسيبنيش لوحدي. ماشي، ما تختشي بقى يا بنت يا شريهه، اسكتي خالص. ومالو يا حبيبتي بيتك ومطرحك؟ اهلا وسهلا، نورتي. ده بيتكم مش كده؟ جميل. ودي السفره؟ دي السفره، ودي قط القعاد. يعني ايه قط القعاد؟ الليفنج. اوكي، الليفنج اخرها كي. بقولك ايه، انت هتتريقي عليا بقى وتتريقي على بيتنا؟ خلاص، ما تروحي تعيشي عند اصحابك اللي عندهم التوبلكس كمان. توبلكس؟ انا اصحابي كلهم مسافرين وسايبين التوبلكسات بتاعتهم لوحدها عشان احنا في لونج ويكند وكده، فانا قلت يعني اجي اقعد عندكم يوم ولا يومين. طبعا يا حبيبتي، اهلا وسهلا، تنوري، اعتبريه زي بيتك بالظبط. ميرسي، ثانك يو. ادخلوا ادخلوا. مين دول اللي يدخلوا؟ ايه ده، هو في ايه؟ ايه ده كله؟ انا عايزه اقولك ان انا سايبه قد دول مرتين عند واحده صاحبتي، بس جايبه معايا بس الحاجات المهمه. احط الشنط فين؟ دخلها يا ابني جوه هنا في اوضه شريهان. شريهان ايه يا خالتي؟ استنى يا عم انت. شريهان ايه يا خالتي؟ ما تحطيها في اوضتك انت ما دام انت بتضيفيها قوي كده، انا مالي؟ يا بنت ما تكسفينيش، ما انت عارفه ان انا بشخر وانا نايمه، وبعدين البت كيوته ومش هتستحمل. طب وايه يعني ما انا بشخر وانا نايمه وانا صاحيه على فكره، وهزعج الكيوته؟ عشان كده يا حلوه انت هتنامي على الكنبه، اصلي مش معقوله حنيم الحلوه بنت الاصول دي على الكنبه. اختشي بقى يا شريهان. انتوا مش سامعين هي بتقول ايه؟ دخلوا الشنط في اوضه شريهان، الاوضه اللي شاورت لكم عليها دي. انا مش عارفه ليه حاسه ان انا ناسيه حاجه. كل ده يا اختي وناسيه حاجه؟ لا مش شنط، انا ناسيه حاجه تانيه. انتوا هتاخدوا الست دي ولا اتصرف فيها بمعرفتك؟ شفتي، كنت هنسى ماما ميمي. ابلا ميمي، اهلا وسهلا، نورتي يا ابلا ميمي. دخلها في اوضه شريهان. ايه
ماما ميمي. ماما ميمي. ماما ميمي. ممكن تتنزحي شوية كده بس عشان أعرف أنام. ماما ميمي عندك سبيس ممكن تروحي هناك. مصدقة انتوا ازاي عايشين من غير برايفسي كده خالص؟ انتوا كل يوم بتصحوا تسبحوا على الفانيلات دي؟ قصدك مين؟ قصدك على محمد سياحة وعياله؟ ده هم كده لابسين، ده تلاقيهم خارجين اصلا. شيريهان انت عاملة ايه في شعرك؟ ليه مكتفة شعرك كده؟ مكتفة؟ يا جهلة دي طاقية. طاقية؟ دي شبه شعرك بالظبط. يا بت ما هو ده شعري اساسا، ما عشان انت مش فاهمه حاجه، انت وانت شعرك وهو مندي كده بتروحي ماسكاه فرداه وحاطه البنس دي بقى هي اللي بتديكي الويفي، فاهماني؟ بس انت شعرك اساسا ما ازعر مش هينفع مع الطاقيه. تعالي تعالي كل ده بصراحه طعمها تحفه. اكيد طبعا مش هاكل الشيء الاخضر المزلز ده. انت حره، اللي عايز ياكل ياكل واللي مش عايز ان شاء الله مع انه طفح. شيريهان انا مش قصدي كده، قصدي اني ممكن اكل حاجه ثانيه، يعني لو عندكم مثلا pancakes, peanut butter, cereals. طيب في ايه بيجي هنا delivery؟ انت عايزه delivery؟ في فطائر المدينه المنوره، حلو. في عبغاني 3M ده بتاع سندوتشات، بيعمل بانيهات وسبايسز وكل اللي انت عايزاه. في كمان كبده ومخ العنتيل بس ده حامي عليكي. لا انا مش عايزه الحاجات دي، انا بتكلم على حاجات الدليفري العاديه، معك بيتزا كده يعني. انت تقصدي دول؟ كانوا بيجوا بس خلاص بقى،
من ساعه ما الطيارين كل واحد فينا لما بيدخل الحته بيثبت، يا اما موتوسيكله بيثبت، يا اما هو بيثبت، يا اما صندوق بيثبت، فقطع رجليهم هنا وبقوش يجوا. بس لو نفسك تاكلي بيتزا، في بيتزا هانش حلوه قوي، دي يمكن احلى كمان من بيتزا هات. لا انا مش عايزه هانش، انا مش عايزه حاجه. ليه يا ربي كده؟ هو انا يعني عشان معيش فلوس مش هفطر؟ مين دي يعني اللي معهاش فلوس؟ ده انت لو بعتي بس حاجه من اللي معاكي جوه دول، ساعه، نظاره، جزمه، شنطه، تجيبي اكبر من الشقه دي. كويس انك فتحتي الموضوع ده يا شريهان. بصي حبيبتي، انا حاجتي دي هي اغلى حاجه في حياتي، اغلى ايفن من بابي اللي في السجن ده. وعايزه اقول لك خلي بالك قوي، انا حافظه حاجتي كلها بيس بيس وعارفاهم كويس جدا. يعني في يوم من الايام لو لقيت اي حاجه منهم ناقصه، من شابوهاتي، لبسي، جزمي، شنطي، جولري بتاعتي، اي حاجه، انا هقطم صفاره رقبتك. وعلى فكره انا عمري ما هبيعهم، لان مش هينفع حد يلبسهم بعدي. انا ممكن اولع فيهم بس ما حدش يلبسهم. طب اقول لك حاجه، انا وصيتي لما اموت الحاجات دي تدفن معايا زي اجدادنا الفرعونات كده. Am I clear؟ يس. على فكره حاجتك دي كلها ولا تفرق معايا، عشان انا كمان حاجتي عندي كلها بالدنيا. اقول لك على حاجه، شبشبي ده يدفن معايا عادي. جهله. ايوه سيف، ازيك؟ الحمد لله. انت ما بترديش عليا ليه؟ بكلمك بقالي كتير، كنت عايز اطمن عليكي. ثانك يو سيف والله، معلش انا كان عندي حوارات كده، هبحكي لك لما اقابلك. ايه ده، هو احنا ممكن نتقابل؟ اه طبعا ينفع نتقابل. الحياة دي بصه طلعت. ينفع نتقابل؟ ما نتقابلش ليه؟ وممكن نتغدى كمان، ولا انت مش عايز تعزمني بقى؟ لا ازاي طبعا. طب شوفي نتقابل على الساعه 2 كده، اصل انا عربيتي بايظه فمش عارفه اتحرك. تحب اعدي عليكي فين؟ اعدي عليكي في البيت؟ لا 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 بلاش، ممكن نتقابل في المهندسين، لان انا هيكون عندي ميتنج مع كلاينت عند بابي في الشركه، لان بابي مسافر. طيب اوكي اوكي، هقرب المهندسين وهكلمك. اوكي باي. باي باي. انت بتعمل ايه يا ابن الصرمه؟ انت وهو، خش على جوه خش. لا والله يا بنتي، شغلانتك خدتها واحده تانية، وللاسف احنا مش محتاجين دلوقتي اي كاشير. طب مش شرط كاشير، انا ممكن اعمل اي حاجه، اقطع عيش، اعبي سندوتشات، اخرط بصل، اي حاجه. على عيني والله يا شريهان، لكن كل الوظائف اتسكنت. طيب بصي، احنا محتاجين حد في الحمامات، تيجي؟ لا يا استاذ عبد العظيم، حضرتك فهمتني غلط، انا خريجه اعلام ما امسحش حمامات. ما انت كنت لسه دلوقتي هتخرطي بصل. لا تفرق، ده شغل سياحه وفنادق. على العموم شكرا. امسكي. لا ماليش نفس. بس بقى شوشي فكيها بقى. افك ايه بس؟ ده احنا عمالين نلف من الصبح، ده مفيش شغلانه فاضيه. انا تعبت والله العظيم، مش عارفه اعمل ايه. باين ياخد الشغلانه بتاعت الشبراوي دي. اتجننتي؟ عايزه تقفي في الحمامات تنضفيها؟ طب قولي اعمل ايه بس يا هاني. متلاقيش انا اتصرف، اكلم لك جماعه اصحابي شغالين في كنتاكي. هتروحي تمسكي الحمامات هناك. هي الشغلانه، بس معلش يا ماما دي برضو شركه مالتي ناشونال وبيعملوا خلطات بالوجبه السريه، فانت بقى وشطارتك يعني تعرفي السر بتاع الخلطات دي. ده وقت هزار يا هاني، انا مش عارفه بس انا بيحصل فيا كل ده ليه. الدنيا بتعاملني زي ما اكون ضرتها. لا واحنا لسه ورانا اقساط وفلوس وجمعيه وهم، يعني لو عدى عليا الشهر ده من غير ما اشتغل هتبقى مصيبه. ما خلاص بقى يا بنتي، كفايه كآبه. ايه ده؟ بعدين انت مش قلت لي جدكوا شايل لكم فلوس ياما؟ لا قلت لك مخبي فلوسه مش شايلها لنا. طب ما تدوروا عليها، ايه الكسل ده؟ لا الكلام ده فات اوانه خلاص، ده حوار اتردم عليه من زمان. جدي الله يسامحه خبى الفلوس وساب لنا مكانها مجله ميكي، والله اعلم بقى اذا كان خبى الفلوس ولا ضيعها وبيستظرف. اكيد بيستظرف، ايه مجله ميكي دي؟ ما تقلقيش ان شاء الله محلوله. على قولك، مفيش حد بيبات من غير عشاء. هات السفندياية دي اكلها اديها بيها اعصابي. هات. مفيش الا فص. فص انت قلتها كلها يا معفن. انا يا بنتي مش قلت لك خد حته وانت قعدت تقول لها مش عارف؟ انت معفن يا ابني.
كنتش ليه نفسي دلوقتي عايزه. خلاص بتتغندري ليه؟ طب يلا يلا اتنين لج هات لنا مكان جرح تجيب واحده. يلا روح هات. اجيب كيلو يعني ولا ايه؟ هات اي حاجه يلا. هاتي فضه معيش. طب امال اعمل ايه يا فوق؟ ما تفك فك يا ما معيش فك. معي 200 جنيه اكيد مش هتلاقيها. فكها يلا. ده هتلاقيها معايا فوق. انا تعبانه والله وتعبانه ولو لما بجوع بزعل اكتر. طب خلاص مش مش بقول لك ايه؟ اقعدي اتكلمي مع الراجل كده ليه عقبال لما انا الف من ورا. ايه ده ايه ده هتفضحنا؟ استنى استنى يا حاج يا حاج الله يكرمك يا حاج ما تجيب سفندياه. طب اقول لك على حاجه بتشغلني معاك. طب تجيب سفندياه وتشغلني معاك. بس ما والله شكلك لطيف. بس حبيبتي بس حبيبتي ايه اللي خليتنا نشحت؟ ايه ده ايه ده والله متشكرين والله يعني. انا حاسه ان انا بقالي قرن ما جيتش النادي. انت مش فاهم انا مشغوله ازاي. بعمل كميه مليون حاجات شنيعه. انا من ساعه ما بابي سافر سويسرا. سويسرا ايوه انا اللي بمانج كل حاجته. المكتب البيت الشغل بس المرض. بس بقى بس ايه بس ما بتعمليش حاجه تانية؟ مش عايزه ادوشك معايا. طبعا بعمل حاجات كتير. هلفنا لي ها هلفنا لي سو What the hell are you doing? ايه القرف اللي انت عاملاه؟ Nelly, I missed you. It's not me, that's hers. Jessie, look how sweet she is. صح؟ طبعا دي نيلي دي اختي وحبيبتي. كان لازم اقف جنبها في زنقتها. بس الظاهر بقى ان مفيش حد بيحبها خالص. يعني احنا لمينا ما يجيبش 100 جنيه لغايه دلوقتي. نيلي صحيح كان بابي عايز يروح يزور باباكي ويجيب له شويه حاجات كده. بقولي لي مواعيد الزياره. جيسي انا عايزه اقولك حاجه واحده بس. نيلي بالاي مش بالاي. نيلي نيلي قفلت كل السكك فجأة في وشوشنا. كل اللي ليك ضاع من ايديك. وصدقوا اللي قالوا يا ما عشنا ويا ما شفنا. ما هي دنيا يوم لك يوم عليك. آه لما قربنا عليها وديها كده لونها باهت. دنيتنا فجأة تبدلت. ما تزوقيني يا ماما أوام يا ماما. ما تزوقيني يا ماما أوام يا ماما. ده عريسي هياخدني بالسلامة يا ماما. لا إله إلا الله. هو البيت كان ناقص عهد. الله يا حاجة سنكافولا نسيتي المجلة بتاعتك. الورث اللي سابهولنا أجدادنا العظماء مش أي لازمة. الوزة والبطة شفتي اللي بيحصل لنا يا ماما ميمي؟ احنا اتبهدلنا قوي. انا شكلي بقى وحش قوي قدام سيف. يا ترى بيقول عليا ايه دلوقتي؟ ماما ميمي انا امبارح اتفضحت في النادي فضيحه بجماجم بجلاجل. جلاجل ايه جلاجل؟
وبعدين الجماجم بتخوف اكتر بكتير. قوليلي يا ماما ميمي، عايزه تسيبي شعرك كيرلي ناتشرال كده ولا اعملك بريد؟ لا اعمليلي بن. نيلي نيلي الحقي يا نيلي، انا لقيت رساله في المجله اللي سايبها لنا جده بيقول فيها هنوصل للفلوس ازاي. ايه ايه حاج مالك؟ تزعليش يا ماما ميمي، I'm very sorry. من فضلك اهدي بقى شوية عشان نفهم الموضوع ونروح بيتنا. وانتي بليز انجزي عشان هي مش هينفع تفضل كده كتير. طب اعملها ايه؟ ما هي اللي ما كانتش راضية ولا تسيب المجلة ولا تسيب رقبتي. ما تسيبيلها المجلة يا شريهان، الست ما فيهاش نفس، لا يجرى لها حاجة يا حبيبتي يحسبوها علينا بني آدمة ونخش فيها السجن. أبوس إيدك يا خالتي. أسيب لها المجلة إزاي؟ بقول لك جدنا سايب لنا رسالة بيقول لنا هنلاقي الثروة فين. أنت هبلة يا بنتي، ثروة إيه اللي هنلاقيها بعد كل السنين دي؟ هو أنتوا مش قلتوا إن جده فلوسه اختفت وساب لكم المجلة دي؟ أيوة. وعمو عبد الله قال إن آخر حاجة جده قالها قبل ما يموت إن الثروة في لغز ميكي؟ ايه اوكي. ومين بقى يا تيزا اللي كان بيألف الكلمات المتقاطعة دي؟ مش هو؟ انا بقى حليت الكلمات المتقاطعة دي وفهمت منها كده ان هو تقريبا سايب لنا فيها رسالة. رسالة ايه وثروة ايه اللي في الكلمات المتقطعة دي؟ اهو اسمعي عشان تصدقيني. الى من يقرأ الرسالة، اذا اردت الوصول للثروة الحل لغز ميكي. ده كلام جنرال قوي، هو اصلا مش عارف هو بيكلم مين. طب هو كان عارف يعني مين اللي هيحل الكلمات المتقاطعة؟ بس انا مش فاهمة يعني ايه الحل اللغز ميكي؟ مش المجلة كلها لغز ميكي؟ يا بنت لغز ميكي يا بنت اللي بيبقى في اول صفحة اهو. مش فاهمة برضو بيقول ايه يعني؟ وانا ما اعرفش، انا كمان انتوا فاكرني يعني فكوكة قوي، ما انا بقالي ساعة مش فاهمة حاجة. ولو قعدتي ست سنين مش هتفهمي حاجة، ما تقولينا احنا يمكن نفهم. لا والله. طب اسمعي يا خالتي، اللغز بيتكلم عن سرقة خزنة في مكتب راجل اسمه الضمنهوري، والمحقق ميكي بيعرف اللي سرق من رقم الخزنة اللي لقاه في جيب الحرامي. حد فاهم حاجة؟ التشاش يعني. طب ما نفك ماما ميمي هي تفهمنا. يا اختي نفكها نعمل بيها ايه؟ ما المجلة معاها بقالها سنين، لو كانت عرفت كانت حلتها، كان القرد نفع نفسه. القرد برضو وات ايفر. على فكره اللي بتتكلموا عنها دي جدتي، يعني لو ما احترمتوش نفسكم انا هسيبها عليكم. طب احنا نعمل ايه دلوقتي؟ ولا حاجه، احنا نروح لسي عبد الله يمكن يعرف يحلها. مع انك ست بيئه وويرد جدا بالنسبه لي وبكرهك، بس جود ايديا. من الهرت للهرت رسول يا حبيبتي. ثانك يو. نفك ماما ميمي بقى لو سمحت. لا استني قبل ما نفك ماما ميمي دي، بقول لك ايه يا حاجه، انا هفكك بس عارفه لو عضتيني. She's very innocent. حرام عليك. طيوبه قوي ماما ميمي دي، طيوبه. بصي بلسم والله العظيم، هي بس لو تبطل حركاتها دي الغريبه كده اللي هي مش عارفه تبقى قاعده عادي. لا انا انا متشكره قوي يا سيف ان انت رضيت تيجي معانا المشوار ده. انا عارفه ان انا بتعبك معايا، بس ما كانش عندي حد غيرك اكلمه. كان لزومه ايه بس تتعبيه معانا؟ ما كنا خدنا ميكروباص. بليز بليز ما تجيبليش سيره الشيء ده تاني ايفر. ده كان اسوأ يوم في حياتي. انا مش هحكي لك كل اللي حصل، هقول لك موقف واحد بس صغير. كان في ست قاعده جنبي بترضع ابنها مش من الببرونه. طب وايه المشكله؟ ما عنديش مشكله بالهنا والشفا، بس ليه لما الطفل يخلص الرضع يشقطها كلها عليا؟ قشط اسمها الطفل قشط، انما يشقط دي هناك في عباس العقاد. يا جماعه انا كده كده ما عنديش اي حاجه، وبعدين يا نيلي انت تأمري. طب بقول لك ايه يا برنس، هو الكاسيت مش شغال ولا ايه؟ شغال. طب ايه بيشغل شرايط ولا اسطوانات؟ لا في يو اكس، خده وشغل اللي انت عايزه. لا لا مالناش في الاجنبي يا ابن عمي، شغل لنا كده حاجه شعبي جميله. اسمعي يا شوشو اديني رمضان. حلو.
ودينا انا كمان رمضان. وحشتوني قوي قوي. تعرفين من كتر قعدتي في السجن اكتشفت ان احنا قوتنا في لمتنا. انتوا وحشتوني قوي. انا كنت متاكد انكم مش هتغيبوا عني اكتر من كده، وانكم تيجوا تزوروني على طول. بس احنا عايزينك في موضوع تاني خالص. والله خير. احنا عرفنا ازاي هنوصل للثروه بتاعت جده. ثروه الداد ازاي؟ هاو، فاكر المجله اللي سابها جده اللي ماما ميمي ماسكاها طول الوقت؟ ايوه بلا. لقينا فيها مسج من جده بيقول لنا ازاي هنوصل للفلوس. مسج في المجله ازاي؟ هاو، ما هو انا حليت الكلمات المتقاطعه ولقيت فيها رساله بيقول فيها ان الثروه في لغز ميكي. حاولنا بقى نقرا اللغز وما فهمناش حاجه. ايوه هو اللغز بيبقى صعب شويه، بس انتوا فاتتكم حاجه، الحل بيبقى بالمقلوب دايما. ايوه ما احنا حلينا بالمقلوب وما فهمناش حاجه برضو. طب هو اللغز كان بيقول ايه بالظبط؟ ثانيه واحده اتفضل. ايه ده؟ انتوا جبتوا المجله دي ازاي من ماما ميمي؟ ازاي؟ هاو، ما هي خالتي حطت لها حبيتين اباتريل في الشاي كومها. مش ممكن بندو ده، انا متربي على بندو. سيبك من بندق وخليك مع ميكي. عرفت تحل اللغز؟ بس هو المساله صعبه، بس يمكن. يمكن ايه؟ يمكن يقصد بمكتب الدمنهوري ده المرسم بتاعه. ايه علاقه الدمنهوري بمرسم جده؟ المرسم بتاع جده كان في عماره اسمها عماره الدمنهوري نسبه لصاحبها، حتى احنا كنا مسميين المرسم او المكتب يعني مكتب الدمنهوري. طيب يبقى الحل في المرسم ده. نوصل احنا للمرسم ده ازاي؟ المرسم ده في وسط البلد، بس مش هينفع تروحوا من غير بندق، لان بندق هو اللي معاه المفاتيح. مش وقت استظراف خالص يا عمو، انجز. بندق ايه يا بنتي؟ انا ما بهزرش، انا بتكلم جد. نيلي ما تشوفي بابي عشان بيهزر جامد. بابي لخص، مين بندق ده؟ بندق ده يبقى عم بنداري، وده المساعد بتاع جده وكاتب اسراره. الراجل ده هو اللي مربينا، جده ما كانش بياخده خطوه من غيره. بنداري يبقى بندق، وبندق يبقى هو بنداري. طيب احنا نوصل لبنداري ده ازاي بقى؟ بسيطه قوي، انا معايا عنوانه. سبحان الله، يعني الحوار ده طلع بجد؟ شكله كده. يعني جدك كان يوصل حاجه باللغز عشان يلاقي الكنز. بعدين بقى يا سيف نتكلم في الموضوع ده. ميرسي قوي يا جماعه انكم جيتوا معانا. تحبوا بقى تنزلوا هنا ولا تنزلوا فين؟ ننزل ده ايه؟ احنا جايين معاكي عند عم بندق. جايين معانا ليه؟ عشان انا ليا في الفلوس زي ما انت ليكي فيها بالظبط. انت اكيد مش في وعيك بقى. ليه يا حبيبتي؟ هو مش جدي زي ما هو جدك؟ ايوه بس هو ساب لنا احنا المجله وساب لنا احنا الفلوس. بقول لك ايه يا بنت انت؟ الفلوس دي هتتقسم بالحق وشرع الله. هو لو كان عايز يسيب لكم فلوس كان يسيب لكم انتوا كمان مجله. انت شكلك نصابه يا بنت انت، وعايزه تاكلي حقي. حقك ايه يا متخلفه انت؟ حقي يا حبيبتي بالشرع والقانون. تعالي نطلع على الاسم واعرفك يعني ايه حقي. انت فاكراني هفايه ولا ايه؟ ده انا اكلك صاحيه كده. لا انت شكلك بقى قالت لي انا وعايزه تتضرب. مين اللي قالت لي انا يا بنت؟ لا انا ممكن اضرب. انا اللي ممكن اضرب. بس مش عارف اسوق، بتوتر وانا سايق. طب ما تجيب اسوق انا شويه يا اخي. ما تلمسنيش وما حدش يسوق عربيتي غيري. الجو ده خلاص يا جماعه خلاص. انا اصلا دلوقتي بفكر مع نفسي موضوع اللغز والمجله وبندق وبنداري اي كلام فاكس يعني. صدقي فعلا فاكس، ده حوار عبيط اساسا واحنا مش فاضيين للكلام ده. بالظبط. هيا قولوا لي بقى، تحبوا تنزلوا هنا ولا تنزلوا فين؟ هنا فين يا ست الكل؟ هنا منطقه مقطوعه، ولا في اتوبيس ولا ميكروباص ولا توك توك حتى. هننزل هنا وناخد تاكسي عشان نطلع على مشوارنا احنا يا هاني. تاكسي يا بنت انت اتجننتي؟ بعدين مشوار ايه اصلا؟ مشوارنا يا هاني اللي في التحرير. طيب خليكم، انا كده كده هعدي على التحرير، ابقى انزلكم هناك بالمره. احنا مش رايحين التحرير يا سيف، احنا رايحين اكتوبر. اكتوبر اشمعنى؟ مش احنا قلنا هنعدي على شريف وسوء عشان نروح السينما؟ ايه ده، هو شريف رجع من البلد؟ الباشا من شويه قال ان هو رايح التحرير. مفيش مشاكل، روح التحرير ونزلنا مهمشه ناخد اي حاجه من هناك. هشهشت، احنا مش رايحين الاميكن دي. خلاص نزلنا المؤسسه وناخد ميكروباص وامرنا لله. انت ليه بتصعبها؟ امال هننزل هنا فين يعني؟ بقول لك ايه، نزلنا المؤسسه. يا اخي ما تلمسنيش، قلت لك. وبعدين انا ما عنديش مانع انزلك المؤسسه، لكن انزلك مؤسسه ايه؟ مؤسسه مصر الخير، مؤسسه الوفاء والامل، انا مش عارف. مؤسسه يا هاني، ما احنا هنركب تاكسي. قلنا اللي تاكسي هتدفع انت؟ هدفع يا معفن. يلا سلام عليكم. يلا استني، اديني المجلة. الله، انتي مش قلتي مش فارقة معاكي المجلة؟ المجلة بتاعت ماما ميمي اصلا. طيب ما احنا هنخلص على طول وهنيجي. مش انتوا لسه هتخشوا السينما؟ مش داخلين السينما؟ ايوه داخلين السينما. طب خلاص، يبقى سلام عليكم والنبي على جنب بقى يا عريس. شكرا. الله سلام عليكم.
كنا رحنا معاهم السيما. اسكن بقى، انا عمال اغمزك وانت مش فاهم حاجه. حدائق القبه يا اسطى. حدائق؟ انت مش رايح التحرير؟ هصاحبك بعدين، يلا اركب. يعني هو المرسم بتاع جدك ده هنلاقي فيه كنز؟ ما تبقاش اوفر يا سيف، كنز ايه دي؟ فلوس عادي. خلاص، اول ما الراجل يطلع نمسكه ونكتفه ونقوم ضاربينه واخدين الفلوس. لا، هناخد منه المفاتيح ونروح المرسم. اسكت بقى. اصل انا جاي عندي طاقه كده ومتحمس ان انا اكتف حد. طب خلينا نعرف ده البيت ولا لو سمحت. ده بيت عم سنجاري. سنجاري ايه؟ ده بيت عم رده مقفول، واحنا جايين قدوره. لو سمحت، ده بيت بنداري. عم بنداري ساكن في اول دور تحت. اه ريحته قلب الدنيا عم سنجاري. هاي انكل بندق. اهلا وسهلا. اهلا وسهلا يا بنتي. حضرتك مش هتعرفني، انا نيلي عبد الله مكاوي. اهلا نيلي، مش معقوله انت كبرتي قوي يا حبيبتي. اتفضلوا اتفضلوا يا اولاد. ولا يعني شكلنا جينا في وقت مش مناسب. اصل طالما الراجل شعره بقى رزي ولبس الروب ده، يعرف ان جوه في شقلباظات. ولا ليه؟ اتفضلوا، تعال تعال اتفضلوا. يلا. ايه ده؟ هيخلينا نتفرج. شرفتونا. اتفضلوا اتفضلوا اتفضلوا. ازيك يا انكل عم بندق؟ لا ارجوكي ما تعليش صوتك، عشان هنا انا عايش لوحدي. مش قلت لك الراجل ده بتاع شقلباظات؟ والله والله انا كان نفسي ان انا اجي ازورك، خصوصا بعد اللي حصل لبابا ده، عشان كنت اطمن عليكي وعلى ماما ميمي وعلى شريان. بص بقى يا انكل عم بندق، انا مش عايزه اي بني ادم يعرف ان انا جيت لحضرتك هنا، بالذات اللي اسمها شريهان دي. خلاص يا بنتي، خلاص خلاص، اعتبر سردك ده في بير. طب ده جدك الله يرحمه كان بيعتبرني انا بير اسراره، صندوق الاسود اللي بيتحط فيه كل الاسرار بتاعته. الحمد لله بعد ما مات مفيش سر منهم، لا طلع قبل ما يموت ولا بعد ما يموت. كويس قوي. طب يعني لو مؤاخذه، يعني ايه اللي فكركم بيا كده كلكم مره واحده؟ كلنا مين؟ هو انا اقصد يعني انت وخطيبي ده، صح؟ هو مش ده خطيبك؟ خطيبه طبعا. لا ده مش خطيبي خالص، ده واحد صاحبي عادي. بتقول كده عشان حسد. لو سمحت يا انكل عم بندق، انا كنت عايزه اطلب منك طلب. كنت عايزاك توديني المرسم بتاع جدو اللي في وسط البلد، نفتحه اخد منه حاجه بس ونقفله تاني ونكفي على الخبر. خبور بجور whatever. خلاص خلاص، خبور وبور مجور، ايه اللي انت عاوزينه؟ وقت ما انت تكوني عاوزه تعملي كده قولي لي بس، وانا اجهز نفسي وافتح لك المرسم. عايزه كده دلوقتي حالا. دلوقتي ما دلوقتي ما ينفعش. مش هينفع ليه يا خلبوس؟ عم بندق حبيبي. يا عم بندق. عم بندق، هو الحمامه شريهان نيلي؟ عرفتي بقى ما ينفعش ليه؟ دي اخر حاجه كنت اتخيلها، شريهان وعم بندق. لا احنا مش هنحبس بالشاي بقى ولا ايه؟ ايه ده؟ عايز تحبس كمان بالشاي؟ انت هنا؟ انا دلوقتي بس عرفت اسمك، يعني الدبدوب. ولا لم نفسك، انا لازم امشي من المكان القذر دوت. هو ازاي حضرتك ما تقوليش ان السحلابه دي موجوده هنا؟ لا 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 لا، ما انت لازم تفهمي كويس قوي ان السحلابه دي قالت لي برضو ان انا ما اقولكيش ان هي هنا. السحلبة دي حبيبتي هي اللي تستحلب وتيجي تاخد الفلوس من ورانا. لا يا حبيبتي، السحلبة دي اللي موجودة من بدري عشان تاخد الفلوس من ورايا انا. احتمي نفسك يا بنت انت. سحلوبي، رد عليها. لم نفسك يا بنت انت. الله 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 الله، في ايه ده؟ ازاي تكلمها كده يا دبدوب؟ لم نفسك يا استاذ عيد. طب عن اذنك كده؟ يا سحلبة يا سحلبة يا سحلبة. الله 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 الله. طب اقول لك على حاجة، السحلبة دي تبقى امي. ايه مش كده؟ مش عايزه بنتي في ايه؟ عم بندق عم بندق، حرام عليكي والله، الراجل هيموت، انت السبب. وانا مالي؟ هو انا اللي كنت بضحته بالزهريه؟ ما تقوليليش كده في وشي، قولي فيز، قولي فازة حتى، انما ما تقوليش انا كده في وشي زهريه. برضك انت اللي بطحتيه بالفيز. انا كنت عايزه اخبطك انت، بس انت اللي مشيتي، ما كنتش عارفه اصلا، كده كده ما كنتش عارفه اخبطك بالقوقعه اللي على دماغك دي. قوقعه دبوني. بس بقى انت وهي، خلونا نشوف الراجل ده ايه اللي حصل له. عم بندق عم بندق، الراجل بيصوصو يا جماعه. طب صوصوله في ودنه يمكن ينطق. شيو 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 شيو. انت ايه اللي جابك هنا؟
جاي معايا حبيبتي عشان ناخد فلوس جدي اللي هي حقي ونصيبي. برضو هتقولي فلوس جدي؟ بصي يا حبيبتي عشان نجيب من الاخر كده، انا ليا في الفلوس دي زيك بالظبط، برضاكي او غصب عنك، والمجلة معايا. عايزة تكملي معايا في الحوار اهلا وسهلا، مش عايزة انت حرة. هي كده يعني؟ اوكي. الحمد لله بيفوقوا اهو يا جماعة. بس كلب وراح، كلب وراح. خير الله خير الله. جبت العيش اللي لازم حاطته في التلاجة عشان التشقيق. جبنا العيش وحطيناه في التلاجة. الحمد لله. انت مين؟ انا العيش الملدي. وانا التلاجة. لا لو سمحت يا عم بندق، مش وقت فقدان ذاكرة خالص، عايزين نروح نشوف الفلوس. انت مين؟ انا نيلي عبد الله مكاوي. نيلي نيلي، والله كبرت يا نيلي. ايه يا عم بندق، في ايه؟ مش ممكن مش ممكن مش ممكن، كل حاجه زي ما هي. انا ما جيتش هنا بقالي 15 سنه، لكن كل حاجه زي ما هي. المحلات اللي بره، والمعنويين بتاعه النور، حتى الخشب ده كله. يا ربي ما فيش حاجه بتتغير ابدا، كل حاجه كده، والحماويد والابوه دي، وكله يا على الدنيا. يا ايه ده، حتى عم عبده من 15 سنة دي قعدته كوباية الشاي والبتاع، يمكن بس غير الجلابية. لكن ازيك يا عم عبده؟ ازيك يا عم عبده، اخبارك ايه؟ مش فاكرني يا راجل. الذاكرة بقى، انت عارفين 15 سنة. يا سلام، فاكر يا عم عبده الذكريات الحلوة لما كنت بتجيب لي طبق الفول أبو طحينة وزيت الحر؟ ها؟ فاكر؟ يا ساعتها كان اخر طبق يعني ما حسبتكش عليه. ازيك يا عم عبده، وحشني قوي 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 قوي. بس على فكره يعني انا مش عم عبده. هي دي مش عمارة الدمنهوري؟ لا دي مش عمارة الدمنهوري، عمارة الدمنهوري هناك، اللي هناك دي. طيب هات ال. طب وانت ليه مقعدك هنا يا عم عبده؟ برضه هتقول لي يا عم عبده؟ انا ما اسميش عم عبده. ايه ده بس، انت بتنكر نفسك ليه يا عم عبده؟ برضه هيقول لي عم عبده، ما تعصبنيش واتضايقت. خلاص خلاص خلاص، يلا بينا يا عم بندق. يلا يلا. سوري يا عم عبده. برضه عم عبده. بس في ايه؟ في ايه؟ ده كذاب كذب. انا؟ لا عم عبده. تعالوا. خشوا ما تخافوش. انا مش شايفه حاجه، هو النور مقطوع ولا ايه؟ ثانية واحدة هشد السكينة كله هيولع. اوكي. عنكبوت. المكان الغريب ده ناسك خيوطه ومش موجود. سيف ممكن تيجي جنبي هنا؟ ممكن يهاجمنا في أي لحظة. بس بقى متربوش لابس طربوش. ايه ده؟ ما تمسكش تراب. هو جدك كان بيطبع منشورات؟ ايه ده؟ ايه البتاع ده؟ ميكي ماوس. مين ميكي ماوس ده؟ هو جده غبي. يا الناس دي مقتولة طبعا بجد. بس ما تخافوش. ما تخافوش، انا حبيت اهزر معاكم باخدكم. وده هزار ده؟ اصلا انا هايف. تعالوا تعالوا خشوا جوه. تعالوا ده رخم وهايف، راجل كبير وهايف. تعالوا ما تخافوش، انا هولع السكينه. السكينه؟ انا خايف منك انت. ولا هاني البتاع ده غريب قوي. ده ميكي. مين ميكي بقى اللي انت بتقول؟ واو، thank you.
أنا مش قادرة أصدق إن أنا في المكان اللي اترسم فيه أعداد ميكي جيب ولغز ميكي. أنا مش قادرة أصدق كمية التراب اللي أنا واقفة فيها. هو إحنا جايين نسكن هنا؟ إحنا جايين ندور على الفلوس. شوشو شوشو إيه؟ إيه؟ هقعد. استنى يا مال، المكان كله تراب. القرف ده يا حقرف. تعمل إيه؟ تعمل إيه أنت؟ اقعدي يا شوشو، اقعدي. طب إحنا جينا المفروض ندور على إيه بقى؟ ما إحنا زينا زيك أهو، مش فاهمين حاجة. بس ادينا بنفكر. بس اللغز بيقول ان الخزنه بتاعت الدمنهوري اتسرقت. تفتكروا في خزنه بقى هنا؟ انا ما اعتقدش ان يكون في خزنه هنا. لو في خزنه تبقى في اوضه مكتب. اه ولو موجوده هتبقى اتسرقت. طب ما تيجوا نشوف الاوضه دي يا جماعه، ممكن تكون اوضه المكتب. تعال. بقولك يا سيد، ايه؟ خش دور على الخزنه هنا وانا هدور هنا. متربة قوي. مفيش حاجة هنا. مفيش حاجة هنا برضو. ما تحاولش، مفيش. ايه يا ايه؟ اعمل لك كوباية شاي عشان تستحملوا بيها التراب ده؟ شكرا عم بندق، مش عايزين شاي، لانك لو عملت لنا شاي هتخرج وتيجي تخدنا تاني. فشكرا، مش عايزين حاجة، خليك واقف هنا. خلاص انا اسف جدا. عم بندق يا لذيذ انت، في خزنة في المكان اللي احنا فيه ده؟ أكيد لا. أكيد لا، ولا تعمل زي عم عبد البواب. لا 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 لا، أكيد لا. أصلي أنا بصراحة اللي فارش المكان ده حتة حتة مع جده، ولو كان جده جاب خزنة كان قال لي. أصل هو ما بيخبيش عليا حاجة أبدا خالص، جده بيحبني. أنت بتحب المكان ده؟ جدا جدا. طب ما تنضفه. بيجي لي حساسية. وبعد كده أقول لكم ولا حاجة، بصراحة أنا ليا ذكريات جميلة جدا جدا. تعرف اللوحة دي؟ مالها؟ أنا اللي معلقها. جبت مسمار 10 سنتي صلب، حطيته، رحت ماسك الدبشة كده، رحت عامل كده أهو. جاي تنزل طبعًا، أما جه على صباعك ما جاش في المسمار. لا، جه في المسمار وعلقت اللوحة. أما أنت قاعد تعمل لي كده ليه؟ فكرتك هتقول كده. بحب السسبنس يا ولاد، أصل أنا هايف. استنوا يا جماعة، اللوحة دي هي اللي موجودة في المجلة. وبعدين هنعمل ايه يعني باللوحة؟ ممكن تبقى الخزنة وراها. ايه يا حبيبتي الافلام اللي انت عايشة فيها دي؟ وبعدين انت مش سامعة دلوقتي عم بندق بيقولك هو اللي معلقها بنفسه، حتى جاب الطوبة والمسمار 10 سنتي سولت وراح عامله كده، وعمل الطوبة جامد كده تش ما خبطتش في صباعه، راح لا حطها عادي. ايه ده؟ الخزنة دي ليها رقم سري؟ اكيد طبعا. انت كمان هتعمل نفسك عارف ان في رقم سري؟ لا انا بقول اكيد ليها رقم سري، بس ما قلتش ايه هو الرقم السري. طبعا عشان ما تكذبش. وسعي كده. تاريخ ميلاد جده كام؟ 30/10/84. تعرف منين انت؟ ايه اللي اعرف منين؟ اي عيل صغير عارف تاريخ ميلاد جده، ده هداف الاهلي وافريقيا يا بنتي. أنا مش بتكلم على جده ده، أنا بتكلم على جدنا إحنا. 22/10/1932. يعني 19. معلش، الاتنين قبل التلاتة ولا التلاتة قبل الاتنين؟ معروفة إن التلاتة أكبر بالاتنين. أنتوا بتقولوا 32 فأنا بتلخبط. ما خلصنا البروبلم. ما بتفتحش. طب جربي كده تاريخ ميلادي. تاريخ ميلادك انت هيفتح الخزنة ليه؟ عادي يعني، ما هو بيفتح الايميل بتاعي. الباسورد بتاع الاي تي ام بتاع جده كام؟ يعني ايه الاي تي ام دي؟ الاي تي ام اللي هو الرقم القومي. يا ابني رقم قومي ايه؟ هو كان لحق الرقم القومي. الاي تي ام دي البطاقة القديمة، عشان كده اسمها الاي تي ام، اللي هي دلوقتي بيسموها الاي تي، مش لما تيجي تخش مكان يقول لك لو سمحت هات الاي تي بتاعك. صح، هو ده. انتوا متخلفين؟ ايه اللي بتقولوه ده؟ ده تخلف. هو المكان ده بيخلينا نفكر بشكل متخلف؟ نفكر بشكل علمي شويه. احنا ممكن نشوف رقم العدد بتاع المجله اللي معاكي ده. يعني ايه رقم العدد؟ فين ده؟ رقم العدد اللي موجود على المجله من بره. اوكي. ساي انا بس بعد اذنك. بعد اذنكم. بعد اذنكم. ممكن بعد اذنك. تفضل.
ايه ده؟ ادخل ضحي وصل يا ريس. خليه يدخل. مساك فل يا مالك. مساك فل يا ضاحي. مؤاخذة. ايه في حاجة تاني؟ لا بس انا اليومين دول ماشي خفيف خفيف عشان في الجهاد. طب خلي بالك عشان يكون في حاجة ولا تقعد عليها. لا لا مفيش حاجة بطلع. خير يا مالك؟ انا عايزك يا ضاحي. شقاوة؟ انت تعرف حاجة غير الشقاوة؟ وحتى لو اعرف حاجة غير الشقاوة ما كنتش عملتها. طب اسمعني بقى كويس. عينيا. الوقت نيلي وشريهان ظهروا في المرسم النهاردة مع بنداري. والله العظيم نيلي وشريهان وهيعملوا الفوازير السنه دي ولا ايه اللي صار؟ فوازير ايه؟ نيلي وشريهان مين؟ نيلي وشريهان احفاد مكاوي. مكاوي مين؟ ما انت لو تخلص وتسمع الكلام هتفهم الحكايه. اوامرك يا مالك. مكاوي ده كان صاحبي وشريكي وفي الاخر غدر بيا وسرقني. هو في حد يقدر يسرقك يا مالك؟ مش ده موضوعنا. امال موضوعنا ايه؟ موضوعنا ان مكاوي ده كان عنده فلوس كتير قوي وطبعا فلوسي في وصليهم. ولما مات الفلوس اختفت محدش عارف راحت فين. وكل واحد له قرشين بدا يدور بطريقته. وظهور نيلي وشريهان احفاده دول معناها انهم لقوا سكه على الفلوس دي. فهمتك. يعني انت عايزني اخلص على نيلي وشريهان قبل ما يوصلهم للفلوس. الله يخرب بيت غباوتك. ولما تخلص عليهم انا هستفيد ايه؟ صحيح. انا عايزك تحط عينك عليهم تراقبهم ال 24 ساعه، تعرف هم ساكنين فين، بيروحوا فين، وبيجوا منين، وبياكلوا ايه ويشربوا ايه. وكل معلومة تعرفها تيجي تبلغها لي. خلاص استبينا. بس الأول اتفق على عرقي. سامعك قول. عملية زي دي ما خدش فيها أقل من 100,000 آيف. لم لعب الأطفال بتاعتك دي وقوم روح يلا. خلاص 80,000 آيف. والله ما لقيت أهيف منك. آخر كلام 50,000 آيف. 50 ليه؟ وأنا مأجر جيمس بوند. لا مأجر ضاحي. وسعادتك عارف مين هو ضاحي. ما أنا عشان عارف مين هو ضاحي. مفيش اكتر من 5000 جنيه، قلت ايه؟ وانا مش هخسر ال 5000 جنيه دول معاك يا ملك، ده انا خطفت لك ابن شريكك ب 4000 جنيه، وسرقت لك ورق الارض بتاع الصحراوي ب 3000 جنيه، وشلت لك عربيه البطاطا اللي تحت المكتب عشان تعرف تركن، وخدت في الاخر كوزين دوره. هما خمسه، قلت ايه؟ خمسه خمسه، مش هكسر كلمتك يا ملك، بس اللي انت قالت عليك تجيب لي فواتير بيها وانا حاسبك. استبينا. استعجز انا بقى. ايه راح فين؟ هروح اراقب نيلي وشريهان. طب مؤاخذة يعني انت تعرف شكلهم؟ لا. تعرف هم ساكنين فين؟ لا. تعرف هتوصل لهم ازاي؟ لا. لا اتلقك يا اخي كله لا لا. امال رايح تعمل ايه؟ صحيح فاتتني دي. وعشان فاتتك دي هم ثلاث بواقي مفيش غيرهم. بس خلاص هنا. يلا انزلوا انتوا بقى عشان كنت عايزه اتكلم مع سيف في حاجه. ماشي. يلا شوش. يلا. خلاص يا صاحبي على اتفاقنا، تسيب لي مفتاح العربيه وتيجي تاخدها بعد يومين ان شاء الله. انا ما بديش عربيه لحد. انا اصلا ايه ده؟ ايه يا عم احنا مش صحاب ولا ايه؟ هو صاحب ليه عند صاحبه ايه يا عم؟ صاحبك ايه ما اعرفش عنده ايه؟ انا اول مره اشوفك النهارده. هو انت ما بتؤمنش بالصحابيه من اول نظره؟ انت عايز مني ايه؟ انا عايزك في الخير كمان. ده انت ليه الادب قوي على فكره. خدت بالك بقى بيقول ايه؟ خلاص خلاص يا هاني، احنا مش شاكرين قوي والله يا اخ سيف على التوصيله الجميله دي. يعني احنا ما كناش عارفين هنركب مواصلات ايه ده. الاخوات ما بيعملوش مع بعض كده يا جدع. ربنا يا رب يكرمك ويديك الصحه يا رب ويعلي مراتبك. قادر يا كريم يا رب. مراتبك ايه؟ مراتبك يعني. بقول لك مراتبك يعني ان شاء الله يعني يقبل لك العربيه دي. جيب العربيه. انا متشكر قوي. شكرا. خلاص خلصتوا التسول؟ يلا اتفضلوا عشان قلت لكم عايزه اتكلم معاه في حاجه وهاجي لكم. طب ما تتاخريش. اوكي. يلا شوش. نيلي كنت عايزاني في ايه؟ يلا اطلع بسرعه. ايه ده؟ فنطلع في حته ضلمه؟ اطلع بسرعه هفهمك بعدين. يلا اطلع بسرعه. يلا. حاضر. نيلي هو انت جعانه قوي كده؟ معلش سوري. انت مش فاهم، انا ما باكلش عندهم خالص، بياكلوا حاجات غريبه. عارف النهارده كانوا هياكلوا ايه؟ ايه؟ بطاطس في الملوخيه. مفيش حاجة اسمها كده اصلا. والله العظيم اي سوير، بطاطس مقطعينها كيوبس كده
وحطيناها في المايه الاخضر بتاعت الملوخيه. لا ما هي دي مش بطاطس والمايه الاخضر دي مش ملوخيه، ده دقوا القاس في السلق اللي هي المايه الاخضر. ايه السلق ده؟ السلق ده نبات الستات بتحطه في الهون ويدقوه جامد لغايه ما يبقى لزج. اول ما يبقى لزج قوي. طب خلاص خلاص ما تقوليش عشان لو في يوم من الايام ما كانش قدامي غيره اعرف اكله. حل حل ام سوري. حاضر. مرادف افكار مختلطه راسي. سيف انت كويس؟ كويس ايه؟ معايا بنادول لو عايز. ليه بنادول ليه؟ مش انت قلت دلوقتي افكار مختلطه في راسك؟ لا مش راسي اللي هي راسي ولا راسي عشان اعرف دماغك بتروح فين. راسي يعني بالطول، الكلمه بالطول راسي. افقي بالعرض، يبقى كلمه بالعرض. فيرتيكال وهوريزونتال يعني. فهمت اوكي. افكار مختلطه، افكار مختلطه. ايوه فين السؤال؟ ما فيش سؤال. انا اجاوب. انا هجاوب. اوكي. خواطر، افكار مختلطه، خواطر، خواطر بالظبط. جمع دب. دباديب. ايوه في اللغه العربيه اسمها دببه. دباديب دي في حفله لتامر، وتامر عاشور مش حسني. اوكي ظريف. عكس يشتري. ما يشتريش. يا سلام. ايوه طبعا. عكس يشتري يبيع. وما يشتريش. اوكي وما يشتريش، بس وما يشتريش عدد الحروف بتاعتها مش قد المربعات اللي عندنا فيبيع. ايوه بس لو كانت تكفي لعدد المربعات كانت تنفع. قولي الكلام بقى ده لجده مش ليا. اوكي بس ما تقوحش معايا. ابن الابن. ايوه انا عارفه دي. اعز الابن. اعز الابن ايه؟ اعز الابن ابن الابن. اسمها اعز الولد ولد الولد. Whatever. لا دي ما فيهاش whatever، دي معروفه، دي اقوال متوارثه. بعدين بصي ما تتكلميش. مش انت اللي بتسال. انا ما بسالش، انا بفكر بصوت عالي. طيب خلاص حل بقى. يبقى قلنا ابن الابن، كيل حفيد، لاعب ارجنتيني مشهور. ميسي. ميسي ازاي؟ العدد ده مكتوب سنه 85، يعني ميسي ما كانش موجود في الدنيا اصلا، ما كانش اتولد. صح. اوكي. أنا مش هتكلم خالص بقى بجد. يا ريت. حرف جر في حكاية قصة سارق السفن قرصان. قرصان يبقى في قصة حفيد القرصان. الحل في قصة حفيد القرصان. لا طبعا أكيد مش هنسافر. الحل عند جوني ديب. جوني ديب إيه؟ ايه علاقة جدك بجوني ديب؟ هو كان شافه. مش انت بتقول قرصان؟ جوني ديب كان طالع قرصان في الفيلم؟ ايوه ايه العلاقة؟ هو مفيش قرصان غير جوني ديب. هو ده القرصان اللي انا اعرفه في حياتي بقى. طب هنلاقي فين حفيد القرصان ده؟ احنا ممكن لو دورنا هنا في المجلة. حفيد القرصان، حفيد القرصان، حفيد اهو. حفيد القرصان، يس. برافو 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 عليا بجد. ام جينيوس وما احتجتش للفلوطه اللي اسمها الشريهان دي. على فكره انا اللي حليتها. ايوه ساعدتني يعني. اوكي استنى بقى عشان اقرا. انهم ليسوا معنا. انهم ليسوا معنا. انهم عاملين شعرهم ليسوا معنا. سيف اتفضل اقراها كده. انهم ليسوا معنا. يعني ايه ليسوا بقى؟ طب مش هقول لك ليسوا يعني ايه غير ما تقولي لي يعني ايه ليسوا. ليسوا جروب اوف بيبل اسمهم ليسوا، ناس اسمها ليسوا. هو انت بتبرري اي حاجه؟ قصه خياليه ناس كاتبه حاجات. بصي انا هقرا القصه، انا لما اقراها وهفهمك. اوكي؟ اوكي. يا ما هذا المكان القديم، اريد ان ارجع الى بيتي حقا حسنا. بصي يا ستي. كان يا مكان كان في ولد يبقى حفيد قرصان. القرصان ده كان عنده كنز، كنز كبير. فالولد بقى حفيده كان بيدور على كنزه. سيف الجاكيت ده كنزه. واو. اه والله الجاكيت اللي انت لابساه كنزه. ايه العلاقه بالجاكيت اللي انت لابساه كنزه باللي انا بقوله دوت؟ سيف ما تزعقش احنا ان بابليك. انت اللي بتنرفزيني.
ما تنرفزنيش. انا قلت لك اول حاجه جت في دماغي. ما تقوليش يعني حاجه تيجي في دماغك دلوقتي، خلينا نخلص. واضح ان انا مش هعرف احل اللغز. نكلم حد بقى يساعدنا، نكلم عم بندق. خلي البندق نفع نفسه، ده راجل متخلف. نيلي مفيش حد تاني في عليكم ينفع نساله؟ مفيش غير بابي، بس بكلمه طول اليوم في السجن موبايله مقفول. طيب انا عندي فكره، مش انتوا عندكم شركه شحن؟ اه. في مركب عندكم اسمها البطه الشقيه؟ سيف، ايه؟ احنا شركه شحن كبيره قوي ومحترمه، اكيد مش هيبقى عندنا مركب اسمها البطه الشقيه. احنا عندنا ثلاث مراكب، الدلوعه، فلافيلو، واللي غير قديه كان اسمها الذبابه الملعونه. الدلوعه وفلافيلو دول مش اللي هما بيبقوا في المظلات اللفه ب2 جنيه اللي هي جنب الاتوبيس النهري دي، تلاقي واحده متسوله قاعده في المركب وشاكيه حكايه، صح؟ سيف بص عشان ما نتخانقش، انا زهقت خلاص وعايزه امشي. انا كمان تعبت بصراحه. طب خلاص تعالي نمشي دلوقتي والصبح نيجي فريش نكمل، عشان انا كمان دماغي وجعتني. صح عندك حق، بس انا مش عايزه اروح البيت عند صباح وشريهان واقعد في بيتهم. انت مش فاهم بيتهم عامل ازاي. طب ابات فين؟ تعالي باتي عندي. نعم. اعتبريني ما قلتش حاجه، اسف. بس انا نو واي اروح بيت عندهم. انا هكلم اصحابي كلهم حد دلوقتي اتذلل لهم عشان اروح بيت عندهم. بس انا مش عارفه ليه حاسه ان الناس دي عندهم حاجه مهمه. انا مش عارفه هي سايبانا الست دي نعمل بيها ايه بقى، وجي بتاكل زينا ولا بتتسقي زي الزرع؟ انا مش فاهمه. اقطع دراعي ان ما كانتش البت دي خدت المجله وخلعت بيها وراحت تدور على الفلوس وهتحلق لكم كلكم. تحلق لنا ازاي بس؟ لا طبعا، تلاقيها راحت تجيب حاجه وجايه، اكيد يعني مش هتهرب وبتسيب الست دي هنا. تجيب ايه؟ انت اصلك هبله يا بنتي، زمانها دلوقتي عرفت مكان الفلوس واحدة بتعد فيها هي والمحروس اللي معاها بتاع الكاية ده. هاي شريهان حبيبتي، عاملة ايه؟ وحشتيني قوي. بصي انا جبت لك معايا ايه؟ الله الشبح الكبير، شفت بقى ظلمتها، كانت بتجيب لي الشبح. سبحان الله، لسه بقول لهم اكيد استاذه نيلي اتاخرت عشان بتجيب الشبح. ياض انت مش لسه قايل يمكن تبقى خلعت بالمجال؟ ايه يا بنتي اللي ايه ده ايه ده؟ طب تصدقي انت يا ست الكل ان انا اقول حاجه زي كده؟ اصدق عادي جدا. ايه ده؟ ما كانش العشم خالص. طب تعالي شوفي ستك اللي ما كلتش حاجه من الصبح دي. عملت لها سندوتش ما كلتش، عملت لها شوربه ما شربتش، حطيت لها فول ما فولتش، جبت لها دوره ولب خشابي ما قزقزتش. اه وقعدناها على المقاشه ما طارتش. ممكن تكون كانت مش جعانه، بس هي بتاكل اي حاجه عادي. طيب اقوم احضر العشاء زمانها جاعت. اعملي لي سوشي. ايه؟ اه عارفاه، مش ده العدسه ابو جبه؟ ايه ده انا في كده. وانا خالتي اعملي لي بقى بفتيك وشعريه بالسكر. وانت ايه؟ حد قال لك ان انا يا روح امك فتحها سبيل؟ ما تقوم يا واد تهز كتفك وتغور من هنا، الوقت اتاخر، مش شايفنا نسوان لوحدينا؟ ده احنا نخاف على سمعتنا. حلوه حلوه سمعتنا دي. انت هتتريق؟ طب قوم. في ايه؟ قوم يا روح امك. طب هاكل لقمه وانزل. قوم يا واد وريني عرض كتفك يلا. طب سندوتش في السريع. سندوتش في عينك؟ حد قال لك ان انا بربي عجول؟ طب انا ما خدتش سمعتها. انت غور من هنا كتكداية. شوشو رنلك تكلميني. انت جايبهولنا من ايديا دايما كده على بطنه على بطنه، كتكنيله في تنقيتك. خلاص يلا يا ابلامين. يلا يا حلوه تعالي ورايا عشان تقولي لي اللي انت طالباه ده العدسه ابو جبه بيتعمل ازاي. تعالي. الشبح. خدي عينك فيه. هاتي المجلة بقى عشان أحل الكلمات المتقاطعة. على فكرة أنا أوريدي حليت الكلمات المتقاطعة. حليتي الكلمات المتقاطعة؟ يعني أنتِ ما رحتيش تجيبي حاجة بقى زي ما قلت؟ لا والله، بس أنا كنت قاعدة في العربية زهقانة يعني، وأنتِ عارفة سيف بيفضل ساكت فقلت أتسلى. طب هاتي المجلة. أنا طلعت المسج اللي في الكلمات المتقاطعة ولقيت إن الحل في ستوري في المجلة اسمها حفيد الكرسان، وقعدت انا وسيف فور لايك ان اور بنحاول نفهم اي حاجه ما فهمناش. قعدتوا فين بقى؟ قعدنا في العربيه.
كان في اشاره زحمه قوي فكنا بنتسلى في ايه شريهان. ماشي ماشي. انا تقريبا فهمت فعلا بالسرعه دي. طب صدقي بقى مش هقولك انا فهمت ايه. لا بليز قوليلي. لا بقولك بليز هقولك ايه تاني. قوليلي لو سمحتش. لو سمحتش ماشي. فلايت كان اداني فلاشايه. فلايت؟ ما هو مستر منير اسمه مستر فلايت عشان هو لمؤاخذه. اوكي فهمت. المهم الفلاشايه دي كان فيها الصور بتاعه المخزن بتاع مينا بورسعيد. العمال بقى كانوا بيجردوا المخزن فصوروه عشان يحطوا الصور دي في الملف بتاع المخزن. كان في بقى تقريبا حاويات هي نفس الحاويات اللي هنا دي وعليها شعار الشركه. تقريبا ولا اكيد؟ اكيد تقريبا. انت متخلفه بقى. طب وهنروح بعيد ليه؟ ما انا معايا الفلاشايه في السلسله. الفلاشايه والسلسله في نفس الجمله؟ حرام عليك يا شريهان. انا هقوم اجيب الفلاشايه. انا كمان هقوم. بصي يا نيلي هي دي. تصدقي عندك حق، دي شبه اللي في المجله بالظبط. يبقى اكيد جواها الفلوس. طب وبعدين؟ مفيش، احنا بكره نطلع لبورسعيد وانت تكلمي لنا سيف عشان يجي يودينا. لا 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 سيف مش هينفع، احنا سحلناه معانا النهارده وبعدين تقريبا هو قال انه مشغول بكره. طيب خلاص مش مشكلة، هكلم الواد هاني يجيب لنا أي حاجة نروح بيها. بقولك إيه، اعملي حسابك هصحيك الصبح بدري. طيب أوكي، أنا هدخل أنام بقى عشان هصحى بدري. جود نايت. أنت من أهلي. يا نيلي اصحي يا نيلي، الواد هاني جاي دلوقتي. يوه دي متعبة هتغلبني. بقولك ايه يا حاجة، نيلي صحيت؟ روحي اعملي لي شاي. شاي؟ طب ماشي هعملك شاي. نيلي صحيت؟ نيلي بخ بخ. مش عارفة انت جدتنا ليه بقلطتك دي. نيلي اصحي يا نيلي. يلا يا نيلي، الواد هاني زمانه تحت بالعربية. يا بنتي شفت هربت بنتك وقتي عشان لما اقول لك كلمه تبقى اسمعيها. انا من الاول قلت لك البنت دي مش تمام وشكلها تاخد الفلوس وتخلع بيها. مش انت اللي قلت لي قبل كده دي بنت ناس ومستحيل تعمل كده؟ ده امتى ده؟ انت هتستعبط يلا. طب يلا عشان العربيه مستنيانا. والله ما كان له اي لازمه ان احنا ناخد عربيه مخصوص واحنا لاقيين الفلوس. يا بنتي ده سواق لقطه، اصلا قفشته كان بيتخانق مع ناس فسلكته من الخناقه وقلت له على المشوار وريحني في السعر. طيب مش. صباح الفل يا اسطى. صباح الفل يا باشا. يلا بينا. يلا بينا على فين؟ ايه ده، ما انا قايل لك بورسعيد. لا مؤاخذه يا باشا معلش انا اسف نسيت. توكلنا على الله. تحب تاكل دلوقتي؟ شكرا. ساندوتشز حلوه قوي. مش عايز. في ايه يا سيف، انت متضايق من حاجه؟ طبعا متضايق. يعني ايه ننزل من غير شريهان؟ على فكره هي لها في الكنز زي مالكي بالظبط. ماشي، لان هو جدها زي ما هو جدك، ولا انت عايزه تاكلي حقها؟ ممكن مالكش دعوه بالموضوع ده. اوكي. الراجل نسي يحط لي شوجر. ايه على السخافه. عندك تيشوز عشان بنطلوني باظ؟ انت بتعملي ايه في العربيه بتاعتي؟ قاعده تفعكشي فيها وتنكشي فيها، العشوائيه دي بتوترني بتوترني. سوري. مفيش حاجه، تسمع مزيكا؟ اوكي. سيف. نعم. أنا مش عارفة أشكرك إزاي على الحاجات الحلوة اللي أنت بتعملها معايا. أنا مبسوطة قوي إن أنا عرفتك بجد. فعلا أنت من الناس الجنتل اللي أنا مبسوطة إنهم في حياتي. أنا اللي مبسوط إن أنا عرفتك، وبعدين أنا ما عملتش حاجة. ده أنت يعني تأمري اطلبي. ممكن بليز نغير الميوزك القرف اللي إحنا بنسمعها دي؟ مش عاجباكي؟ خلاص ممكن أشغلك موتسارت
ولا بيتهوفن؟ بيتهوفن ايه يا حبيبي؟ انت خارج مع جدتك. حبيبي جدتك؟ مش هنشغل حاجه اهو. عندك اوكسيلري؟ خدي ايه واكس اهي مش زرقاء. Bang bang into the room. I know you want it. Bang bang all over you. I'll let you have it. Wait a minute, let me take you back. You need a bang bang to blow your mind. I came in like a wrecking ball. I never hit so hard in love. Break me. This is the ice cold Michelle. Fight for that white coat. Hello from me. حامي نفسك شوية. قاعدة تتفطحتي تتفطحتي وتزحفي في ايه؟ مش عارف اسوق منك موتراني، انا متوتر مش هعرف اسوق، اعمل بيك حادثة؟ اخش بيكي في عمود؟ سوري. مفيش حاجة. تاكلي كيكة؟ اوكي. انا جايب اتنين، واحدة ليكي وواحدة ليا. انا مش بحب دي عشان مش حلوة. مش حلوة ليه؟ بيبز كريم كده وانا بحب البالشوكلت. طب ما هي بتبز شوكلت. خلاص خلاص. يعني المخزن اللي جوه المينا ده هنخش هنلاقي جوه الفلوس؟ ممكن، وممكن نلاقي عدد تاني ولغز جديد. لغز جديد؟ طب افرض ان شاء الله ما عرفناش نحل اللغز الجديد، يبقى كده خلاص الفلوس راحت علينا؟ بعدين يا هاني، بعدين نتكلم في الموضوع ده. خلاص. لا، ايه حكايه اللغز ده يا باشا؟ ايه ده ايه ده؟ انت مالك انت يا اسطى؟ بنتكلم في مواضيع شخصيه. باشا انت حامي علينا ليه كده يعني؟ المسافه طويله دي بنكسرها. الله، خد عفر يا باشا، خد عفر. تسلم ايدك. موضوع اللغز ده. طب بتخوفني ليه؟ مفيش يا سيدي، جد المدام عقبال امالتك سايب لها فلوس زي الرز. فلوس زي الرز؟ بس لازم تحل اللغز. بس لازم تحل اللغز. بحبك يا زتموني مهما الناس لموني. والله عددك يا باشا مش ماشي في ده. كامل يا باشا. وبعدين واللي وبعدين؟ ما تخليك في حالك يا اسطى، قلت لك دي مواضيع شخصيه. مواضيع شخصيه يا باشا؟ احنا يعني بنكسر مسافه الطريق. الله، دينا بندردش يعني. خد طري على قلبك يا باشا، خد. اتفضل يا باشا. سوري لمؤاخذة. تسلم ايدك، تسلم ايدك. يا اسطى الطريق فاضي. انا افتكرته مليان. انا اسف يا باشا والله. السواق ده مجنون. راجل حلوف قوي. كمل يا باشا. وبعدين؟ مفيش يا سيدي. اصلا انت عارف مجلات ميكي جيب اللي هي بتاعت العيال الصغيره دي؟ هو حد ما يعرفش ميكي جيب بتاعت العيال الصغيره دي؟ اهو جد المدام بقى هو اللي كان بيكتب المجلات دي. والله العظيم. والله جد المدام هو اللي كان بيكتب المجلات ديت. والله وانا بشبه من بدري. والله العظيم يا اهلا وسهلا يا الف اهلا. انا حظي من السما والله ان انتوا جبتوا معايا. الله يكرمك، الله يكرمك. نمرهم بقى وعمل ايه؟ ساب لهم بدل الفلوس مجله. ساب لهم بدل الفلوس مجله. جرى ايه يا هاني؟ هو السواق ده معرفه ولا حاجه؟ عارفه منين؟ انا اول مره اشوف. امال شايفاك العشا واكلك وعمال تغي وتلت معاه ليه ده؟ ما تفهميش، سبحان الله قلبي كده اتفتح له اكني اعرفه من زمان. وبعدين انت قلقانه من ايه؟ هنشوفه فين ده تاني اصلا؟ وانا يا باشا والله قلبي اتفتح لك كده لله في لله. كمل يا باشا. بعد ما ساب لهم المجله حصل ايه؟ عمو بتقلقني كده ليه؟ ما انا كنت بحكي لك عادي. وبعدين قلت لك دي مواضيع زفت شخصيه، خليك في حالك يا باشا. يعني ادينا بنكسر المسافه. الله والله انت بتنرفز شكلك عشان جعان. طب خد خد يا باشا افطر، انت شكلك ما اكلتش لحمه بطنك. تسلم ايدك. بس لا ما يطحش عندي، اكيد فطارك برضه. لا لا مفيش مشكله، بجيب انا من اون ذا رن. ها موضوع المجله ده ايه؟ انا اقول لك. تقريبا هي دي البوابه. انزل بسرعه شويه. ايه في ايه؟ هموت وادخل التواليت. انت مش لسه داخله الحمام من 3 دقايق وانا واخد معايا بنت اختي سندباد؟ سيف ما تعليش صوتك عليا، انت ازاي بقيت تتعصب عليا كتير قوي كده؟ انا اسف بس معلش، اصل ما اعرفش تقريبا في حاجه في شخصيتي بتخليني اتعصب فجاه وما اعرفش ليه. ما تزعليش مني، دي تركيبه. نيفر مايند. السلام عليكم. هاي. وعليكم السلام. رايحين فين يا استاذ انت وهي؟
رايحين فين يعني ايه؟ داخلين داخلين فين يا وكلا من غير بواب؟ داخلين جوه المينا. ما انا عارف ان انتوا داخلين جوه المينا، يعني داخلين مول، داخلين تعملوا ايه؟ داخلين التواليت. هتهزري؟ انا مش بهزر. بص انا عندي مخزن جوه بتاع بابي، وغير كده انا عايزه ادخل التواليت. بابي مين؟ بابي عبد الله. عبد الله مين؟ ما في 100 عبد الله جوه. عبد الله مكاوي، صاحب مكاوي جروب. ممكن تسيبني ادخل؟ ما ينفعش تدخله. اولا لازم يبقى معاكوا تصريح، ثانيا المخزن ده محجوز عليه، يعني مش هينفع تدخله اصلا. على فكره لو ما دخلتناش الموضوع مش هيعدي على خير خالص. بتهدديني؟ طب اتفضلوا بقى. يعني مش همك. ما يهمنيش حاجه طول ما انا بنفذ القانون. طب لو سمحت، من فضلك لو سمحت، ممكن ادخل التواليت؟ لا. طب تصدق بقى ان انا هدخل التواليت وريني هتمنعني ازاي؟ ما ينفعش يا استاذه، ما تخلينيش استخدم معاك العنف. يعني انت ازاي تمسكها كده؟ ده لو هديكوا في 60 داهيه. تودي مين يقعد في 60 داهيه؟ انا اسف، انا عندي تركيبه شخصيه كده معينه، بضعف جدا وما بعرفش وبنفعل في اوقات المفروض. قولي له. ايوه فعلا هو عنده مشكله في شخصيته، بيطلع وينزل كده. معلش طارق، سيبك منه. بس انا عارفه ان انت بتشوف شغلك. خلاص احنا مش عايزين ندخل المخزن، بس من فضلك انسانيا خليني ادخل التواليت. مش هينفع. انا مش هينفع. مش هينفع ازاي؟ لو سمحت دخلني التواليت. عارف لو بس انا اسف كنت بقول لك انا بنفعل. ايوه فعلا هو بينفعل. لو سمحت دي حاجه بس لربنا، لو سمحت خليني ادخل. قلت مش هينفع. استنى يا باشا، دول ارهابيين، اوعى تخليهم يخشوا، شفت صورهم في التلفزيون. مظبوط يا باشا، ده دكتور سعيد حساسين كان لسه مستضيفهم وقال ان هم هيفجروا المينا بالارهاب البديل. اكيد مش هيصدقوكي، انت غبيه قوي، لان مفيش ارهابيه بنت وكمان بلوند ولبس. حضرتك يعني ده ستايل ارهابي؟ يعني ايه ارهابي ده؟ اروح افجر مساطر وكشاكيل؟ ده حاجه غريبه جدا. يعني حضرتك عايزه تفهميني ان جدو ميكي ساب لماما ميمي لغز ميكي؟ ايوه والله العظيم هو ده اللي حصل. وبندق بعدها خدكوا وداكوا المرسم عشان تحلوا اللغز الجديد؟ اكزاكتلي. وانتوا بقى حليتوا اللغز ورايحين تجيبوا الكنز. شفتي؟ الكنز، كنز زي ما انا بقولك. انا مش فاهمه ايه موضوع الكنز ده؟ هي فلوس عادي حضرتك، فلوس ورث يعني. فلوس. معلش انا اسف، خديني على قد عقلي يعني، معلش اصلا انا اوفر شويه. طيب وانتوا رايحين تقتحموا ميناء بورسعيد، ليه مثلا ما خدتوش راي حد مهم؟ عم دهب مثلا؟ ايوه انا نسيت اقول لحضرتك، عم دهب كان شريك جده ميكي، بس بندق قال لنا ما نقولوش عشان هو راجل يعني مش مظبط. طيب ليه ما خدتوش مثلا راي حد ثقه؟ يعني مثلا الجدة بطه، مخترع عظيم زي عبقريني. بطوط، وانا عارف ان هو في مقام خالكم. مش انتوا سوسو لولو؟ لا، عارف ماهر اللي بيركب مازنجر؟ يبقى ابن عمي انا وهو كده. Are you joking guys؟ ايه اللي انت بتقوله ده؟ انا قلت لك محدش هيصدقنا. مش هيصدقنا ليه؟ احنا جايين نلعب يعني. استنوا بقى، اسمعوني. انتوا قانونا ما عليكوش اي حاجه وتقدروا تروحوا، بس يعني الحق يتقال، انا المفروض احولكم لمستشفى الامراض العقليه، بس بما انكم يعني شكلكم كده محترمين وولاد ناس، انا هسيبكم تروحوا، بس يعني نصيحه، روحوا اكشفوا احسن. طب ممكن معلش اطلب من حضرتك طلب؟ طبعا. ممكن ادخل التواليت بتاعك؟ تدخلي الحمام اللي تحت؟ ما انا فعلا كنت داخله الحمام اللي تحت، بس الريحه رهيبه واصله لغايه الطرقه. اول ما دخلت حسيت ان انا بدوخ وهرجع، فما قدرتش. سالت العسكري على تواليت تاني، قال لي في تواليت عند حضرتك او اتصرف في الجنينه، فما فهمتش يعني ايه علاقتي بالجنينه، ابعها لكم دلوقتي ولا ايه؟ مش فاهمه يعني. فبستاذن حضرتك ادخل التواليت بتاعك لو سمحت. وخصوصا ان في الحمام اللي تحت في رسومات مش لطيفه طبعا، عيب وما يصحش حد يشوفها، وفي كلام ما ينفعش نقراه، دي بنت. طيب لو عايزه تدخلي الحمام بتاعي اتفضلي، انا ما عنديش مانع، بس يعني انا ما انصحكيش. ليه؟ لان انا لسه خارج من الحمام، وبصراحه انا يعني فطران عجه وشكشوكه. طب ايه المشكله؟ لا مشكله، هو عجه دي يعني بيجيب عجينه طعميه بجنيه ولا بنص جنيه، ويجيب بيض ويحطوا بقى على بعض ويحطوهم في طاسة زيتها قديم كده اسود. الشكشوكة بقى بيض بصلصة. ايوه صح؟ خلاص بصل وفلفل. خلاص نمشي احسن، نمشي. لا لا لا، استني، هو يقدر يمشي، انت هتستني معنا شوية. ليه؟ لان انت معكيش بطاقة ولازم تجيبي حد يضمنك. طب حضرتك ممكن اضمنها انا؟ انت هتهزر يا ابني، ما انت ممسوك معاها. مش حضرتك لسه ماشيين دلوقتي؟ خلاص اجيلك اكني لسه جاي اضمنها عادي، مفيش حاجة. بقول لكم ايه، انتوا بجو الكرتون اللي انتوا عايشين فيه ده، انا ما اضمنكش انت اساسا. طب انا اعمل ايه دلوقتي؟ حضرتك تشوفي اي حد تعرفيه هنا في بورسعيد تجيبيه يضمنك. لا
لا لا مش قادره اي وانا بي مش قادره خلاص. اظن انا بقى كده عداني العيب وازح، جيت لك وضمنتك وخرجتك. ايدك بقى على العدد. انت ليه عايزه العدد؟ انت مش واثقه فيا ولا ايه؟ طبعا مش واثقه فيكي، واعملي حسابك من النهارده لحد ما نلاقي الفلوس العدد ده هيبقى معايا انا. شاري حبيبتي، انت لسه فاكره ان انا هربت منك؟ انا غلطانه بجد، انا غلطانه ان انا ما صحيتكيش. كنت نايمه كده وغلبانه قوي فصعبتي عليا، قلت اروح بسرعه وارجع لك. صح يا سيف؟ صح طبعا. قالت لي عد عليا قبل ما شيري تصحى بدري وطلعت الفلوس كلها. شفتي بقى؟ طلعت خايفه عليك اهو. بطلي ظن بقى، انا اول لما شفتها قلت لك يا بنتي دي بنت اصول، لا يمكن يطلع منها الحركات دي ابدا. ثانك يو. انت يا دي رجعت للكيمياء ولا ايه؟ امال مين اللي كان طول السكه عمال يسخن فيا ده؟ لا انت بتتخني لوحدك، دي مشكلتك انا ماليش دعوه. لا يا جماعه مش هنقعد نهري هنا طول اليوم، انا هموت وادخل تواليت والا كده يعني هزريت الدنيا. طيب ما يلا يا جماعه نقعد على اي كافتيريا على البحر، يعني اللي عايز يفطر يفطر، اللي عايز يزريت يزريت، اللي عايز ينزل الميه ينزل الميه. في بنانا بوت؟ في بس غاليه شويه. أدفع 150 جنيه. هديك 500. لا لا لا, لا, لا أنا مش هستناكوا خالص، أنا مش قادرة استحمل. بابي العدد اتفضلي. ما تهزرش يا هاني، يعني انت كنت بتمشي في المنطقة وانت صغير من غير بنطلون؟ أمال هستنى يا عم سيف لما حد يشدلي البنطلون؟ لا ناصح معلش ثانية واحدة، عشان مش أول مرة يحصل لي الحركة دي. حضرتك مش سايبة كلينكس جوه ليه؟ إيه ده؟ جايز أخيراً أخيراً دخلت التواليت، بس الحمام غريب قوي، ما فيهوش ولا صابون ولا حتى هاند لوشن. بقول لك إيه، معاكي أنتي بكتيريا؟ أنتي هبلة يا بنتي، وأنا همشي ببكتيريا ليه أنا في شنطتي؟ أنا ما قلتش بكتيريا. إيه ده؟ لمع باشا لمع. لا لا بسكوتش معلش، المرة الجاية يعني مش هنستنفع منك بأي مصلحة. معلش المرة الجاية المرة الجاية. طب شك شك مرزوقة تعالي جنبي، شك شك مرزوقة تعالي جنبي، تعالي جنبي. بقولك ايه بقولك، خش على الباشا بيحب الفلكلور ده. هو اتلمع يا باشا، خد لمع لي النضارة دي مبصمة. عايزة نفس اللون ولا غير لك لون؟ المهم اشوف بغض النظر. خلاص هعمل لك العدسات واعمل لك الجزمة هدية. بجد؟ والله ماشي انا موافق. المهم يا جماعة دلوقتي هنعمل ايه؟ هنخش المينا بقى ازاي؟ بقول لكم ايه، انتوا مفيش اي حد فيكم يعرف اي حد في المينا هنا او ظابط؟ لا ما نعرفش. تعرف انت؟ انا بص انا ليا 2 صحابي ظباط، واحد ظابط في المتحف الزراعي والتاني في المباحث. ما حلو المباحث ده؟ لا ما هو المباحث ده شغال في مباحث الكهرباء. انا ما اعتقدش حد اعرفه هينفع يدخلنا. طب يعني ايه؟ هنروح يعني ولا ايه؟ احنا يا اما نروح يا اما نكلم عبد العزيز. اقسم بالله كنت متوقعه منك. اتجننتي يا بنت ولا ايه؟ عبد العزيز مين ده اللي انت عايزه تكلميه؟ ثانيه واحده بس، مين عبد العزيز ده؟ ايوه صح، مين عبد العزيز ده؟ قريب ابن خال امي، امين شرطه هنا في بورسعيد، بس كان عينه مني. عينه منك يعني ايه؟ يعني كان عايز يتجوزني بس انا نفضت له عشان خاطر دبدوبي دوبي. طب ايه المشكله دلوقتي انك تكلميه؟ ايوه صح، المشكله انك تكلميه. المشكله انه عيل لازق كده وملزق. معلش يا شريهان، لو هينفعنا اعصري على نفسك ليمونه وكلميه. هو ايه اللي لو هينفعنا؟ بتقولي ايه؟ وانت مشكلتك مع ان هو لازق وملزق بس؟ انت ايه مشكلتك؟ ايوه صح، انت ايه مشكلتك؟ شات اب، انت مين؟ لا مؤاخذه. هيا هاني ايه مشكلتك؟ برضه هتقولي ايه مشكلتك؟ يا ست الكل بتقولي كان عايز يتجوزها، يعني عينه فيها. أصور يعني ولا إيه؟ أيوة ما مشربهاش وسابها لك أنت شربتيه. بس يا عم أنت خليك في حالك، خليك مكاني يا عم سيف. إيه؟ دلوقتي الراجل ده كان عايز يتجوزها، يصح كده؟ لا طبعًا ما يصحش. تسلم يا نخوة. سيف. يصح. إيه ده يا أبو الرجال؟ وأنا ينفع أمتنع عن الإجابة طيب؟ هاني، مش هي دلوقتي خطبتك واختارتك أنت في الآخر؟ أنت مش واثق في نفسك ولا إيه؟ لا الحمد لله عندي ثقة وكرامة وكل الحاجات الحلوة دي. بس انا لو سبتها اتكلم الواد المقاحلي اللي كان بيلغيها من زمان دهوت، ابقى انا لا مؤاخذه عيل مقاحلي. الكلمه دي عيب؟ لا خالص. طيب بغض النظر عن الكلمه اللي انا مش فاهماها دي، شريهان هتكلم عبد العزيز عشان احنا نلاقي الفلوس مش اكتر. فلوس؟ فلوس ايه؟ بيعمل ايه في حياتي ده؟ بيعمل ايه؟ بيلمع ركبي. ما خلاص يا عم هتلمع في خادي. لا مؤاخذه اصل افتكرتها بوت. بوت؟ ما انت كده، انت جاي بتعزف على رجلي. معلش يا استاذه نيلي، خليها فرصه ثانيه ان شاء الله. وعلى راي المثل قطمه احسن من نحله. نحله ايه؟ انت ليه بتقول كلام غريب قوي كده يا هاني؟ انا ما قلتش نحله اصلا. من الاخر كده يا جماعه اشوفوا لكم حل تاني. شوشو مش هتكلم عبد العزيز. هاني، فاكر لما قبل كده قعدنا مع بعض وقلت لي ان عندك احلام كتير قوي مش هتحققها غير لو معاك فلوس؟ دلوقتي لو شريهان كلمت عبد العزيز احنا هيبقى معانا الفلوس دي؟ افكرك؟
قلت لي انك هتتجوز شريهان وهتجيب شقه في حدائق الاهرام عند الخوفو وهتجيب عربيه وهتعمل البوم زي اصحابك الاهلاويه الدخلويه. ايوه الدخلويه. وبعدين هيكون عندك توك توك مرسوم عليه محمد رمضان من ورا ومكتوب عليه الثقافه اللي مش هنتقلب، وهيكون عندك ميكروباصات كتير بتودي من التحرير للطواجن من الطواجن للتحرير. طواجن ايه؟ طوابق whatever. هي هاني قلت ايه؟ وافق بقى وافق بقى وافق وافق والنبي والحلو والنبي تبسم للنبي للنبي تبسم. خلاص يا جماعه اللي انتوا عايزينه اعملوه. هكلمه يا دبدوبي. كلميه بس انت اصلا معاكي نمرته؟ ما مسيفه عندي. متسيفه بقمرتي ان شاء الله. ما هي دي الشريحه القديمه اصلها. الو. ايوه يا زوزو. اي عبد عزيز ازيك؟ الحمد لله. وانت كمان. وانت كمان. قال لك ايه وانت كمان وحشني قوي عادي زي ما كل قرايبي يعني بيوحشوني مش فارق لي قوي. بقول لك ايه، انا في بورسعيد وعايزه اقابلك. لا مش هينفع بالليل. هو انتوا متعودين تتقابلوا بالليل؟ لا لازم نقابلك دلوقتي. انت فين؟ اه طب ده انا جنبك قوي 10 دقايق وابقى عندك. يلا مع السلامه. يلا يا دبدوبي يلا. مالك ملهوفه كده ليه؟ يلا عشان نلحقه بس. ثانيه واحده، احنا هنروح كلنا. انا بعد كده كل خطوه هتبقى رجلي على كتفك. اسمها رجلي على رجلك او ايدي على كتفك، انما دي مش راكبه. Whatever. افهمي لو دخلنا عليه كلنا كده هيقلق، فنروح احنا الاول نفهم سكته ايه، وبعدين ما تقلقيش انا ماليش في الحركات دي. ها يلا يا بابي. يلا يلا عشان نلحق نجيب له هديه كمان. انت هتزيد بقى ولا ايه؟ يلا استنونا هنا هنرجع لكم تاني. بقى حاسب لنا سيف عقبال لما نيجي. بس انا حاسب لك. وايه الجديد؟ علمت عليكي. بس يا سفروت. بس هي بصراحه علمت عليكي. انت لسه هنا بتعمل ايه؟ امشي يلا. لا مؤاخذه اصل بلمع اوكر. امشي. يا عم امشي بقى. اوف. اه لما انت بتبيع جوافه. ايه ده؟ سيف بقول لك ايه؟ ممكن تطلب لي حاجه اكلها؟ هتاكلي تاني؟ ايوه البحر بيجوع. في ايه؟ البحر بيجوع. ايوه واحنا بنعوم. اطلب لي حاجه بقى بليز. اجيب لك ايه؟ اجيب لك سرومباء ولا بكلاويز؟ ده ديزرت؟ اه لا ده بس ده ديزرت البحر، ده غير ديزرت الشيطان. بس شكرا يا عم احنا داخلين هنا. ده طبعا. فين يا ابني عماد باشا؟ وانا اعمل كل حاجه بنفسي يا حبيبي. الشمس كلت وشي. انا بعمل تن، حد يستعجلهن. ابو عزيز اقبضوا عليها. لا ايه ده، دي بنت خالتي عديها. اوعى يا عم. شكرا. عامله ايه؟ ازيك يا ابو عزيز؟ منوره. اتفضلي. شكرا. منوره يا باشا. كرسيين يا ابني. ايه يا بت، ما وحشكيش الزز ولا ايه؟ نسيت اعرفك، هاني خطيبي. هاني ايه؟ خطيبي. مفاجاه صح؟ معاك بطاقة يالا؟ ايه مالك متوتر ليه؟ يا عبد عزيز بطل هزار، يموت في الهزار من وهو صغير والله. خلي بالك من هزاري. ماشي. رجع يا ابني كرسي. ليه مكسور ولا ايه؟ لا ظريف ولذيذ. ازيك يا بنت خالتي؟ الحمد لله. كده ما تسأليش على الزوز ولا حتى تسألي على خالتك. معلش بقى. ناسية؟ ناسية لما كنا نلعب في بير السلم. تلعبوا ايه في بير السلم؟ باتيناج يا هاني، باتيناج أطفال. اه بس اتفرج عليها بعد الباتيناج، كانت تقعد ترقص لنا الوش الفجر. ترقص لمين يا غندوره؟ كنت عيله عندها 7 سنين وبشنب كده يا هاني. اتفرج عليها وهي بتتحزم بالشنب وبترقص شيك شاك شو. كنت بتعملي كده فعلا؟ طفله يا هاني، طفله عيله بنت. هو اللي طفله؟ مالك يا دافش لياد، انت مبرشم ولا ايه؟ طلع اللي في جيوبك. لا بقول لك ايه، انا مش هتفتش غير في الاسم. برشام ايه بس يا عبد عزيز؟ ده هاني ده راجل محترم ومبطل بقاله 4 شهور. لا هرجع له بقى. طب كني يالا. امورين يا بنت خالتي. معلش بقى يا عبد عزيز، كنا عايزينك في مصلحه كده. يا سلام، ده انت الغاليه تأمريني، ده انت جايه من سفر. ثانيه واحده تاخر يالا. اتفضل يا عماد باشا. اتفضل يا باشا. لا مؤاخذه قلبها مضيافه بس دول قرايبي، دي قريبتي والواد ده ما اعرفوش. هات يا ابني قهوه. مظبوط. ايه يا باشا؟ قهوه. مظبوط. قهوه مظبوط للباشا يا ابني. ايه يا عبد عزيز اللي بيحصل عندك؟ مفيش يا باشا، انا لمحت جسم غريب وبحكم خبرتي وحنكتي في الداخليه انا شاكك ان هو قنبله. فين هو الجسم الغريب ده؟ هات يا ابني الكيس الاسمر اللي تحتك.
وانت ما بتعرفش توطي ولا ايه؟ لا يا خفيف، هات يلا. بص يا باشا، هو يبدو للانسان العادي ان هو قنبله، بس انا شاكك ان ده يكون منبه. مشتبه ايه يا ابني؟ دي قنبله. جبت القنبله منين يالا؟ يلا اجري هلمو.